لم ينتظر حارس عرينا الخضر كثيرا للعودة إلى الأضواء مجددا. وهاب رايسنبولحي يتألق في الأراضي السعودية بمعية فريقه الجديد الاتفاق الذي قاده إلى تحقيق وثبة كبيرة في دور جميل عبد اللطيف منذ التحاقه به في الميركاتو الشتوي. بولحي ذكر الجميع بمستواه في مونديال الجوهرة السمراء بيلي بهدوئه وطريقة تعامله مع الكرة الصعبة، فاستحق لقب الرئيس عن جدارة واستحقاق. صد لها يظهر ما لديه في الليلة الأولى بولحي. إدارة الفريق السعودي لم تنتظر طويلا لمنح بولحي شارة القيادة بعد أن تأكدت بسرعة أنه يملك شخصية قيادية، وهو الذي نال لقب رجل المباراة في 90 دقيقة الأولى له في المملكة وفي بطولة هي الأحسن عربيا حسب تصنيف الفيفا. الأداء الذي يقدمه الفنك الأسمر مؤخرا سيخلط به بالتأكيد أوراق الناخب الوطني رابح مجار الذي سيكون مجبرا على استدعائه في المعسكرات القادمة للخضر، خاصة مع غياب اسم بارز يحرس عرين الخضر. لكن ما يعاب على الحارس السابق ليران الفرنسي هو تذبذب مستواه، الأمر الذي جعله يغير الفريق تلو الآخر والقارة تلو الأخرى حتى أطلق عليه لقب الحارس الرحالة. صمت حارس الاتفاق على عدم استدعائه للخضر وانتقادات بعض النقاد حول أحقيته في حراسة مرمى الخضر قابله أداء كبير ومميز من حارس لا طالما صنع أفراح الجزائريين بين خشبات المرمى.